اختلاف العلماء رحمه هل يعتبر ابن حزم فقيها؟ ابن حزم كبار فقهاء، ماشي اللي يعتبر فقيه، طبعا هو فقه ظاهري، ولكنه ما تنساوش ابن حزم طبعا كاين الاشياء اللي ما يوفقوش فيها الفقهاء. واش نقول لكم؟ واشياء اللي كنت تقراها تقول انا ما تعجبنيش، ولكن لا تنسى ان ابن حزم واحد من عمالقه الاسلام، ماشي تبقى غير تكرهه حتى تبغى تطيحه للارض، راك ما واخا تطيحه ما يطيحلكش، راه ماشي ما يطيحلكش في الارض. ابن حزم هذا يقرا في مجالات متعدده ويقرا في مستويات متعدده، ولذلك حتى اللي يقرا مثلا يقرا شي واحد يتادب معه. ابن حزم تقرا تادب معه، قول احترمه، لان الرجل اللي خلى لك المحلى واللي خلى لك كتب في اصول الفقه واللي خلى لك طوق الحمامه واللي خلى لك مجموعه، لو لم يكن له الا كتاب الفصال لكان شيكا. قراوا له الفصال في من بعض المجلدات، الفكر البشري كله كان عنده في الكتاب ديالو، كل عرف الطوائف وعرف الفرق وعرف كذا، وكان يقرا بغير اللغه العربيه بلغات اخرى، ما تنكزوش على يبقى واحد السيده قالنا ابن حزم شي مزيان بقاو نصبحوا نضربوا فيه. لا، ابن حزم رجل عالم له منهج ربما ادى به الى شيء من المخالفه لاشياء لانه ظاهري، ولكن لا تنسى انه عالم، وان كان هو لاذع. كانوا يقولون ان لسان ابن حزم وصفه سيف الحجاج قليل، ولكن هذا لا يمنع أننا دائما نبقوا نعترف له بمكانه الكبير. هل